بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تعالى النهاردة أوريك طريقة في منتهى الذكاء، طريقة أول مرة في حياتك تشوفها، إزاي إن احنا نعمل استنساخ أو إكسار لأي شجرة مهما كانت وفي أي توقيت في خلال العام، وزي ما أنت شايفين كمية جذور فوق الوصف، حاجة فوق ما تتوقع. بس خليني في البداية أوريك حاجة بسيطة. زي ما أنت شايفين التجربة طبعا أنا عملتها مرة قبل كده بس بدون تصوير، وزي ما أنت شايفين النتائج، أنا كشفت الفرع وشفت الجذور وبعدين سبته زي ما هو. طبعا حابين إن احنا نكرر التجربة تاني بس بشكل مبسط عشان الناس كلها تستفيد. طبعا دي شكل الجذور القديمة، خلاص هي نشفت وجفت لان انا كشفت وشلت التربة من عليها. تعال نشوف احنا هنبدأ ازاي. اولا زي ما انتم شايفين هنحتاج قنينة بلاستيك تكون بحجم كويس، عشان احنا لو سيبناها ممكن نسيبها شهرين، ممكن نسيبها 3 شهور، ما فيش اي مشكلة، عشان الجذور لما تطلع ان شاء الله تلاقي مكان واسع ان هي تنتشر فيه، عشان ناخد كمية جذور قوية وكمية جذور كبيرة. المهم ان احنا عملنا فيها فتحة تصريف من اسفل وجهزناها زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، وعملنا فيها فتحة في النص وعملنا فيها فتحات عشان هنربطها بشكل كويس. وبعدين نبتدي ان احنا نروح على الشجرة، اي شجرة متاحة عندك في اي عمر مهما كان. زي ما انت شايفين نختار الساق يكون يعني واقف بشكل مستقيم عشان نعرف نحط فيه القنينة بشكل كويس. موضوع سهل وممكن نعمله في اي توقيت في خلال العام، ما عدا بس الايام اللي بيكون فيها حر شديد. موضوع سهل جدا وغير مكلف وما فيهوش اي خطورة. كل اللي احنا هنعمله هنشتغل على فرع واحد بس، مش هنشتغل على كل الشجرة، يعني لو في اي مشكلة لا قدر الله هتحصل في الفرع، وان شاء الله ما فيش مشاكل نهائي. انا جربتها اكتر من مرة وزي ما شفته ما فيش اي مشكلة خالص، بالعكس ان هي بتحفز الساق ده ان هو يثمر بشكل مبكر، بخلاف ان هي بتخليه يطلع جذور بشكل سريع جدا وكميه جذور مهوله. انا حطيت طبعا في حدود 5 أو 6 مسامير، ممكن تحط 6 7 عادي ما فيش اي مشكله خالص، بالعكس كل ما بيزيد العدد بيزيد يعني كميه الجذور وبحفز الفرع بشكل يعني قوي. المهم القنينه بتاعتنا اللي احنا فتحناها زي ما انتم شايفين طبعا نبتدي ان احنا نحطها، وما تنساش فتحات تصريف. بدون فتحات تصريف الفرع ده هيجف على طول في خلال اسبوع واحد بس هيموت. لازم يكون في فتحات تصريف عشان لما نحب نرويها نرويها في اي وقت عادي خالص ما فيش اي مشاكل. بعدين نبتدي نربطها بشكل قوي جدا، عشان هنسيبها طبعا ممكن ريح ممكن هواء ممكن اي حاجه تحصل معانا يبقى ما فيش اي مشكله واحنا مطمئنين. ودي هتكون طريقه تثبيت. طبعا احنا ربطناها بحبل في الساق بشكل قوي جدا وسدينا برضو فتح التصريف، عشان طبعا الفتحه واسعه شويه على الساق عشان التربه ما تنزلش من تحت. لحد هنا الموضوع ما فيهوش اي حاجه صعبه. طبعا احنا حاطين المسامير في نص القنينه بالظبط عشان لما تطلع الجذور تنتشر فوق وتنتشر تحت بشكل سريع جدا ومفيش اي مشاكل، عشان ما يحصلش تكدس في الجذور. التربه اللي احنا هنستخدمها زي ما شفتوها تربه خفيفه، يعني فيها اكتر من 80% رمل عشان تساعد الجذور تطلع بشكل سريع. حبينا القنينه هنرويها ري غمر اول مره، وبعدين نغلفها بكيس اسود عشان الشمس ما تاثرش عليها خالص. واول عمليه ري ان شاء الله بعد ما تجف التربه بشكل نهائي نبتدي نرطبها بشكل خفيف. وعلى فكره المسمار ما فيهوش اي مشاكل خالص، والمسمار ده ليه اكتر من 4 سنوات في الشجره بدون اي مشاكل نهائي، يعني مش بياثر على الشجره بشكل سلبي، بالعكس ان هو بيعمل تهديد وتحفيز للشجره ان هي تثمر بشكل سريع. واحنا كنا عملنا عليه فيديو يعني زمان، لو انتم فاكرين الناس اللي متابعاني من زمان طبعا عارفه الموضوع ده كويس. جذور ظهر زي ما انتم شايفين. طبعا احنا كل فتره بنرفع الكيس بنشوف محتاجه ري، الجذور ظهرت وبنرويها عادي خالص ما فيش اي مشكله، بعدين بنغطيها تاني عادي. طبعا بعد 55 يوم هننتظر عليه شويه عشان عايزين ناخد كميه جذور قويه جدا. انا طبعا شفتها من فوق لقيت ان الجذور طلعت من فوق بشكل قوي جدا، فقلنا ننتظر عليه عشان ناخد شجره قويه. كل ما تزيد كميه الجذور الشجره هتبقى قويه او الفرع اللي احنا خدناه هيبقى قوي جدا. موضوع الري، اول ما تظهر الجذور نرويها عادي خالص كانها شجره مختصه بنفسها. وموضوع الري اول ما تظهر الجذور نرويها بشكل عادي خالص لان هي كده اصبحت شجره مختصه بنفسها. نحاول ان احنا ما نعطشهاش، كل ما تجف التربه نرويها عادي خالص زي اي شجره عندنا. وهنا بعد 75 يوم زي ما انتم شايفين طبعا كميه الجذور باين عليها طلعت من بره القنينه، يعني حاجه ما شاء الله عليها. طيب احنا كان ممكن فصلناها يعني قبل كده يعني على 60 يوم او 65 يوم، بس انا قلت سيبها براحتها احنا مش مستعجلين عليها. المهم ان احنا دلوقتي هنبتدي ان احنا نفصلها ونحطها في قصيص لوحدها. خلي بالك المفروض طبعا لو انت هتعمل كده ما تفتحهاش وما تكشفهاش للهواء نهائي، يعني المفروض ان احنا نشيل القنينه وبعدين نحطها في التربه او نحطها في القصيص او نحطها في مكان بدون ما نكشف الجذور خالص. لكن احنا طبعا بنكشفها عشان نبين التجربه للناس، عشان الناس تستفيد، لان احنا لو حطيناها في التربه من غير الناس ما تشوف الجذور يبقى الناس كده ما استفادتش اي حاجه خالص. وعلى فكره ما ينفعش ان انا احطها في الارض المستديمه بشكل مباشر لان ممكن تموت مني، لازم اول احطها في قصيص اعمل لها تحضين بعيد عن الهواء بعيد عن الشمس واحافظ عليها، وبعد ما تنمو
العلم وفي خلال شهرين ابقى نقولها عادي في الارض المستديمه، عايز اسيبها في الاستيس زي ما هي، احطها فوق السطح واحطها في اي مكان برضو عادي ما فيش اي مشكله خالص، بس قبل ما احطها في التربه لازم اعمل لها تحضين. المهم المسامير زي ما انتم شايفين اللي احنا حطيناهم قاعدين زي ما هم، ما فيش اي مشاكل خالص. طبعا انا مش هشيلهم، هخليهم لانهم ما سببوش اي مشكله خالص. المهم ما تنساش انك انت تكتب رايك في المقاطع اللي احنا بنعملها، لان بتاخد مني وقت طويل ومجهود فوق الوصف عشان اوصل لك المعلومات في دقايق بسيطه زي ما انت شايف. طبعا احنا زرعتها في الربيع، فان شاء الله باذن الله مش هتموت مننا وهتكمل معانا. معلومه مهمه جدا احب اوضحها للناس، لما تيجي تعمل الطريقه دي او الترقيد الهوائي بشكل عام لازم تعمله في توقيت اللي انت هتفصل فيه الشجره او الغصن عن الشجره الام، توقيت مناسب. يعني مثلا نفصله في الربيع، نفصله في خلال شهر 9، في خلال شهر 10، في خلال شهر 11، يعني توقيت يكون مناسب عشان الشجره ما تاخدش صدمه مننا في توقيت يكون صعب، توقيت يكون حر او توقيت يكون برد، الجذور بتتوقف عن امتصاص الغذاء فممكن تموت مننا. فاحنا لازم نفصله في توقيت مناسب. يعني بالمختصر مش مشكله ان هبدا اعمل الترقيد الهوائي امتى، المشكله ان انا هبدا افصل الغصن عن الشجره الام في اي توقيت. حتى لو انا عملته في اي توقيت ممكن انتظر التوقيتات اللي انا قلت لك عليها نبتدي نفصل فيها، حتى لو اتاخر الفرع على الشجره الام كميه الجذور هتزيد ما فيش اي مشكله خالص، انتظر لحد ما التوقيت يبقى كويس ابتدي افصل الفرع. ودي النتائج بعد 7 ايام الحمد لله. طبعا هي ما ماتتش، طبعا هي لو فيها اي مشكله كان في خلال 3 ايام كان جفت وماتت، لكن الحمد لله ما فيش اي مشكله فيها خالص. موضوع في منتهى السهوله وموضوع بسيط جدا. لو عندك اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم على خير، وما تنساش انك انت تشترك في القناه. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.